لان لان بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين والمستمعين في حلقة جديدة من قناة ليرن ليرن. النهاردة معانا موضوع يهم كثير من الطلاب، حيث اننا سنتحدث عن طلبة الازهر الشريف وازاي طبعا ما فيش اهتمام كبير بطلبة الازهر زي ما هو موجود على السوشيال ميديا اللي هم التربية والتعليم. ومن خلال ان احنا هذا الفيديو هنساعد الطلبة ازاي يوصل ازاي للمناهج بتاعته وازاي يتفاعل مع موقع الازهر الشريف. انا هسيب لك الرابط تحت الفيديو وانت ممكن تخش وتشوف الخطوات اللي احنا هنشتغل عليها، ومن خلالها هتقدر ان انت توصل للمادة العلمية اللي هي هتستطيع من خلالها ان انت تلم بمنهج او الفترة اللي انت درستها في الترم الثاني. هندوس على الرابط، طبعا انا عامل ايه علامة، هيدخلك على بوابة الازهر. في عندك دي السنوي، دي ليه السنوي. لو رجعنا للرئيسية هيدخلك فيديوهات تعليمية، كتاب تعليمي، اسأل في المنهج، هي دي المذكرة الرقمية. الصف الاول الاعدادي، السنة الاعدادية دي بالنسبة للمرحلة الاعدادية. طيب احنا لما دخلنا كده تاني هتخش خش على الصف، مثلا لو عايز خش على الصف الاول الثانوي هتروح دايس اضغط هنا. تمام، دخلت الصف الاول، في فقه شافعي زي ما انت شايف، وفي فقه مالكي، وفي فقه حنف. انت هتختار اللي ليك، يعني انت لو شافعي هتدوس على شافعي بس، زي ما احنا هنعمل كده اهو. عندك في الفقه الشافعي الاستاذ احمد رشاد جميل او جميل، في اركان الصلاة على الميت. عايز تشوف الفيديو هتدوس وتدخل على الفيديو، هيدخلك على قناة الازهر الشريف على اليوتيوب. اهو هيجي لك المدرس زي ما انتم شايفين، هتخش هيتكلم لك عن اركان الصلاة. تمام، خلاص عشان بقى حقوق البس. طيب بالنسبة بقى نرجع، طيب انا عايز ارجع تاني، مثلا هترجع برضو الرابط، هتعمل علامة كده على الكمبيوتر عندك او على المحمول، لازم تعمل علامة للموقع عشان مش كل شوية تدور على الرابط وتكتب الرابط وتعمل الرابط، لا لازم يكون في علامة عندك على الجهاز، سواء كان محمول تابلت او كان حاسب آلي او اللي هو الكمبيوتر. يعني احنا دخلنا، نرجع تاني الصف الاول الثانوي، خلاص احنا شفنا مادة الفقه وعرفنا ان في ثلاث حلقات موجودين ممكن تابع من خلالهم، اللي هو بيقول لك ايه، شهر مارس وابريل. يبقى المناهج اللي موجودة هي مارس وابريل، مارس وايه وابريل، ديا بالنسبة للصف الاول الثانوي. دي مثال، يعني الصف الاول السنوي مثال على باقي الصفوف. طيب لو عايز اخش على مادة اصول الدين والتوحيد هضغطها، هلاقي كم عندك اهو، 10 فيديوهات، اسماء الله توقيفية والتوفيق والخزلان، النصوص الموهمة للتشبيه، مش عارف طبعا، مش ازهري طبعا، فهم بتوع الازهر اكيد هم اللي عارفين. مش عايز ترجع هترجع تاني من هنا من السهم لفوق. عايز اللغة العربية في ادب ونصوص، عندنا حلقتين تنبص كده عليهم. رسالة الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز، نسمع ونشوف. هيدخلك على اليوتيوب، على قناة الازهر على اليوتيوب، هتسمع برضو الحلقة اللي انت ايه عايزها اللي هتفيدك. هذه المقدمة طبعا هو ايه المناهج الازهرية، هتخش ماشي. طبعا ناس محترمين
وقامات كلهم في الأزهر، ربنا يبارك لنا فيهم دايما يا رب. طبعا بعد كده عايزين نرجع تاني، احنا العلامة قلت لك لازم تعمل علامة سواء على المحمول او على الكمبيوتر، لازم يكون في علامة عشان ترجع لها. سنة اولى سنة برضه زي ما احنا اتفقنا خلينا ماشي مع اولى سنة، وايه المشكلة؟ طيب بعد كده الصف الاول الثانوي لغة عربية ومطالعة منطق، دي بتوع الايه الادبي بتاع العلمي، حيلاج المواد العلمية، بس انا مش موجود مش متحمل حتى الان مواد علمية. ممكن طيب احنا عايزين مواد علمية نعمل ايه؟ تعال نشوف فكرة عادية عادي مع بعض كده ونفكر. بص يا سيدي، احنا دخلنا على اليوتيوب والازهر عامل قناة لليوتيوب، اكيد القناة دي انا محمل عليها كل المواد العلمية اللي هو، تعال نخش ادي بوابة الازهر، هتدوس على دي، خلي بالك هتدوس على دي كده، هتدخل على ايه؟ على قناة الازهر، هتدوس على قوائم التشغيل، قوائم الايه؟ التشغيل، خلي بالك عشان ايه؟ ما تتوهش. تعالى بقى بص الصف السنة، فقه مالكي، فقه شافعي، علوم اسلامية، ادي عندك هنا ايه؟ التفسير وعلوم القرآن، التفسير، تفسير وعلوم الاول الثانوي، نصوص الاعدادي برضه جايب كل الحاجات الموجودة، الحديث، فقه حنفي، مسلسل أزهر ده بالنسبة للأطفال، مسلسل جميل جدا والله، التغذية السليمة، تاريخ، تاريخ لسنة تالتة سنة، أحياء هو بدأ جاب المواد العلمية، هو أحياء تشغيل كل جاب خمس حلقات للأحياء، صف اللغة الإنجليزية برضو جايب تلات حلقات، هنشوف كده بالنسبة لتالتة سنة. تمام تمام كويس، بوابة جميلة فعلا ولذيذة، بس فين بقى أهم حاجة اللي يدور ويذاكر؟ طبعا لأولادنا، كل ولاد طبعا اللي عايز يدور على النت والفيس والواتس، شغل عيال كده تضيع في الفاضي، كلها بضيع وقتها في الفاضي مش عارف ليه، ربنا يهديهم. طبعا النت ضعيف على ما يحمل المادة العلمية. طبعا انت عرفت ازاي؟ يبقى انت هتدخل على بوابة الازهر وتشوف الفيديوهات وتشوف القناة، مش بس كده اكيد في حاجات تانية، في كتب تعليمية، احنا كده دخلنا على الفيديوهات التعليمية الرئيسية اهي، فيها ايه؟ فيديوهات تعليمية، ماشي، دي اول حاجة جاب لنا المرحلة الاعدادية اهي، وبعدين جاب لنا المرحلة السنوية بالنسبة للفيديوهات التعليمية. طيب نخش على تاني واحدة، الكتب التعليمية، الكتب اللي ايه؟ تعليم، هيخليك معي مفيش، ممكن حمل لسه بحمل اهو، وزارة التربية والتعليم في الكتب الخاصة اللي هو التعليم الالكتروني، جايبها ليه؟ الكتب الشرعية والعربية، يبقى هو جاب لنا كتب الثقافية، جايبها منين؟ من وزارة التربية والتعليم. تعال نخش ونشوف، دخل عليها، تمام، دخل على موقع التعليم الالكتروني لوزارة التربية والتعليم، جاب من الاخر. تعال نختار الفصل الدراسي، اختار الاول المرحلة، مثلا المرحلة الاعدادية، اختار الفصل الدراسي الثاني، مش عارف التاني، اختار الصف، هنختار الاول مثلا، النوعية، عايز يبقى هل كتب دراسية الكترونية ولا جدول حصص ولا برمجيات ولا برمجيات ملخصات ولا اختبارات استرشادية عبر التفاعل ولا مواصفات الورقة الامتحانية. سيبك من الكلام ده كله، لو انت لسه عايز شرح خش على البرمجيات. ليه بقى؟ البرمجيات ببقى عامل لك زي فيلم كده، افلام كرتون، وبيشرح من خلالها المادة العلمية بطريقة جميلة، وساعات بيجيب لك اسئلة وانت بتجيب عليها. تعال نشوف، لغة عربية، لغة انجليزية، الواحد السادس عشر، هنا ايه دي؟ السادسة عشر،
دي بتاع السنة اللي فاتت، دي الانجليزي السنة اللي فاتت. طيب بالنسبة خلينا نسيبك من الانجليزي، الفصل الدراسي الاول بحث تاني. هات كده ايه رياضيات، هديك تحمل الرياضيات، هتحمل ملف كام؟ شوف الملف هيبقى جدين، ملفات تبقى ايه، ملفات كبيرة، الملفات دي بتكون كبيرة. يعني عندك الملف ده 158 ميجا بس شامل المنهج، لان هي بتبقى برمجيات يعني اشياء الكترونية، انت من خلالها بتفهم لو انت عايز تفهم، لو انت مش محتاج مدرس ولا محتاج حد يدرس لك. ماشي، نرجع تاني للصفحة الرئيسية الازهر الشريف. خلاص احنا وصلنا الكتب التعليمية، خلاص وقلنا في كتب شرعية الازهر منزل، تعال نشوف الكتب الشرعية برضو، مش يجرح حاجة، احنا مش فرصة بدل عملنا الفيديو نشوف. يا موسى لا اله الا انت سبحانه، ادي بوابة الازهر دخل عليه. بوكلة الثانوية المواد الثقافية، بوكلة الثانوية المواد العربية، بوكلة الثانوية المواد الشرعية، خطط الدراسة دي البوكلة، الكتاب الالكتروني الصف الاول الابتدائي، تعال نشوف جابه في الصف الاول الابتدائي. دي اول واحدة غلط، الله ينور. ماشي الدروبوكس مش مشكلة، سيبك من في هتلاقي في حاجات موجودة وفي حاجة في اكيد عايز فيها الاشياء، بس اولى وتانية ابتدائي تقريبا مش موجودة، لان الكلام كله على تانية، من تانية ابتدائي لغاية سنة تانية اعدادي، المرحلة الاعدادية الازهرية مثلا. اه خلينا نغير الامور الوسط. توزيع منهج الاعدادية، مش عايزين توزيع المنهج، تعذر احسن الله. تمام، دي بالنسبة للكتب مواد مكتبة المواد الثقافية، دي نفس الكلام اللي موجود في بنك المعرفة، نجل وجاب ليك. فاكر ساعة ما انت رحنا المنصة الالكترونية، هو نفس اللي هو بالظبط. تعال نشوف مثلا مواد الثقافية العلوم، ماشي هي فعلا المنصة، النسخة التجريبية، المنصة لإيه؟ التعليم. يا سلام، في تعاون بين الجهتين كده. خلاص احنا عرفنا ان هم كل اللي موجودة المواد الثقافية. تعال نشوف بوكلة الثانوية الازهرية، بوكلة الثانوية الازهرية نشوف ايه جايب لك ايه في بوكلة الثانوية. افتح يا عم، بوكلة اللغة العربية، بوكلة العلوم الشرعية. خلي بالك ساعات يكون في اشياء لسه ناقص هيكملوها مع الوقت، يعني هي لو كل ما تجرب مثلا الامتحان الثانوية العامة مثلا هيكمل لك الشيء اللي ناقص ده على الموقع، لان الموقع دي مش حاجة ثابتة، يعني هو بيغير فيه كل يوم، بيشيل وبيحط، بيشوف هو ناقص اهم، مديك النحو بي دي اف، ملفات بي دي اف، هو ممكن الصرف، الصرف الادبي والصرف علمي، حاجة جميلة جدا جدا جدا. وخلال الثورة اللي احنا بنعيشها في ظل الرئيس عبد الفتاح السيسي، هنقدر بعد كده ان شاء الله نستغنى عن المدرسة ونستغنى عن الكتب الورقية والامتحانات الورقية. وفي النهاية اتمنى ان تكونوا كل الطلبة يكونوا استفادوا من هذه الحلقة، ويكون عارف ازاي، وخصوصا طالب الازهر يكون عارف ازاي يوصل للمادة العلمية اللي يستفيد منها خلال فترة الاجازة وخلال فترة حظر التجوال، بدل ما انت قاعد طول الليل تلعب ولا قاعد على النت. لا، استفيد بوقتك، اغتنم وقتك، الوقت من ذهب ان لم تقطعه قطعك، وانت هتتحاسب على الوقت ده. فيجب عليك ان انت
تبحث وتدور بدل متوفر لك الامكانيات متوفر لك النت ما تضيعش وقتك في الفاضي. دور على حاجة تفيدك بكرة هتندم على الوقت اللي ضاع منك ده. واتمنى ان انا اكون قد افدتكم جميعا والى اللقاء في حلقة قادمة. كان معكم اخوكم محمد جمعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.